طيب تمام. من طبعا اشوف الشباب شغالين على بكتيريا، بكتيريا اكيد انهم عانوا من الموضوع. وش اشهر انواع البكتيريا اللي صادفتكم الان او اللي تشوفها في السنوات هذه البكتيريا، وهل ثبت ان في علاج فعال ولا كل حاله او كل طير له حاله معينه او علاج معين؟ تفضل. وللاسف يعني هو البكتيريا يمكن نفس ما يعني هم الجماعه يمكن ما حضروا الموضوع اللي اتفقنا عليه في البدايه، ان اذا تبى تعالج البكتيريا لازم تعرف شو الشيء اللي يسبب البكتيريا ولا تسويه. هذا افضل علاج للبكتيريا. البكتيريا يا شباب بحرها وسيع، ولا تنسى يعني اغلب الناس ايضا عندهم لغط في سالفه اني انا سرت وزرعت وطلع عندنا هذا المضاد الحيوي وعطيت المضاد الحيوي وما جاب نتيجه. فانا دائما اشبه لهم ان الزراعه اشبه باني انا اجيب شخصين، الشخصين مقاتلين محترفين، احطهم في حلبه واقول لهم اضربوا بعض. في واحد فيهم بيفوز، ليش؟ لان انا حطيتهم عدال بعض بدون اي متغيرات، بدون اي شيء، وقلت لهم اتضاربوا، قاموا ضربوا بعض. نفس الشخصين هذيله فاز مثلا المضاد الحيوي. نفس الشخصين هذيله جبتهم في شارع وقلت لهم اضربوا بعض. في متغيرات كثيره اللي هي انه ينخش ورا السياره، يشل شيء من على الارض ويضرب. فهذه المتغيرات هذا اللي يستوي في الجسم. يعني انت مش قاعد تحط البكتيريا عدال، لا، في درجه حراره تختلف، في درجه اللي هي مناعه مختلفه، في متغيرات كثيره تلعب دور في ان البكتيريا اقوى داخل الجسم من ما عزلتها. وفي متغيرات المفروض انك تحافظ على صحه الطير او ما تدعيه تخليه تحاول تفوزه مضاد عليه. نعم نعم.